تم بحمد الله اليوم تدشين أول وكالة للشباك الصيرفة الإسلامية على مستوى بنك الجزائر الخارجي هنا بمدينة وهران، وهي وكالة زبانة. انطلاق كان من هذا الوكالة، سيتم تدشين ثلاث وكالات بالمجموع على مستوى مدينة وهران. لحد الآن منذ انطلاق شباك الصيرفة الإسلامية على مستوى بنك الجزائر الخارجي اليوم نصل إلى 15 وكالة.